السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجي من سلطنة عمان، حاليا في سلطنة عمان بالتحديد في شاطئ الكرم، على منطقة جميلة جدا، شارع شاطئ. طبعا منطقة جميلة جدا، ومعروف أن مدينة مسقط من أجمل مدن في العالم، تتمتع بجمال الطبيعة والحفاظ على ثقافتها وتراثها وأيضا نظافتها وبيئتها. وكل من يزور مسقط ويزور سلطنة عمان طبعا يلاحظ ذلك. هذه الحلقة بسيطة اختصارها فيما يتعلق بأن ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. لماذا؟ الغناء هو امتلاك المال، وبينما امتلاك المال جزء بسيط من عناصر الخمسة للثروة، لكن الأقل وفقا لأهمية، أكثر أهمية وأقل أهمية. فامتلاك المال هو أو الثروة، طبعا امتلاك المال هو مجرد العنصر الخامس. فالعنصر الأول، فنعود جميع العناصر الخمسة للثروة، أولها الإيمان بما تقوم به، الإيمان بما بتأدية واجباتك الحياتية وأعمالك بإخلاص، المهم باختصار الإيمان بشكل عام، الإيمان بالخالق طبعا كأولها، بوجود الخالق الذي خلقك ولديك واجبات تؤدي في هذا الدنيا. هذا هو بالإنجليزي قال faith أو devotion. ثانية، العنصر الثالث طبعا يبدأ من أكثر أهمية إلى أقل أهمية، العنصر الثاني من الثروة، من الخمسة عناصر الثروة، وهو الصحة. الصحة مهم جدا. لماذا؟ لأن وطبعا لما نقول الصحة ليس مجرد خلو من الأمراض، لأن الأمراض تقع في جانب واحد، فامتلاك الصحة أي امتلاك الصحة بجميع جوانبها الجسدية، النفسية أو العاطفية، والعقلية والروحية. فالأمراض تقع في جانب الصحة الجسدية، فأنت أو أنت عندما تتمتع بالصحة الشاملة أو الشمولية، أي امتلاك الصحة الجسدية، خلوة من الأمراض والبدانة وشوهات يعني طبعا الدهون زائدة في الجسم، وثانية الصحة النفسية أو العاطفية، الأخلاقيات كذلك، وصحة العقلية وصحة الروحية. طبعا هذا العنصر الثاني، والعنصر الثالث من عناصر الثروة الفعالة والمستديمة، السعادة. السعادة أن كل إنسان، السعادة هو مفتاح بين يديك، الإنسان يستطيع يتحكم بين أنه يعيش بسعادة ويعيش بالحزن. طبعا هذا شيء الإنسان يمتلكه، فتمتع بسعادة وممكن تخلق هذه السعادة وتعيش بها وتتمتع بها بما أنعمت بها. هذا العنصر الثالث. والعنصر الرابع العلم والمعرفة. لما نقول العلم والمعرفة ليس مجرد التعليم الجامعي أو حصول على شهادات جامعية أو شهادات دكتوراه أو شهادات الأكاديمية العليا، لا، طبعا هذه شهادات مهمة جدا، كهي كعمود فقري لتأدية واجباتك الحياتية، وكذلك للعلم والمعرفة، استخدام علمك ومعرفتك. لكن لا يشترط، حتى الإنسان غير متعلم أو غير فهو مثقف، فهو يستطيع ينمي مهاراته. لذلك نختصر بأن العنصر الرابع من عناصر الثروة هو امتلاك العلم والمعرفة. الخامس والأقل أهمية هو المال. لذلك المال، فكلما زاد المال لديك يجب أن يمشي بتناسب مع العناصر الخمسة جميعها، طبعا الأربع الأخرى التي تسبق. هذا فقط كان مختصر عن بأن ما يدل بأن ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.